بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدين قناة سما الخليج ومرة أخرى ومن إمارة أبو ظبي. وكما عودناكم أعزائي المشاهدين في كل حلقة أن نستضيف لكم نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن. طبعا أعزائي المشاهدين، هذه الضيافة ليست أي ضيافة عادية، وإنما مع مواطن إماراتي بنى نفسه من نفسه، والآن أصبح من رجال الأعمال المعروفين في دولة الإمارات. ودعنا أعزائي المشاهدين نعرف أسباب سبب تميزه. بالبداية أستاذ سعود رميثي، أسعد الله أوقاتك. أسعد الله أوقاتكم كل خير وسرور إن شاء الله. حياكم الله. أستاذ سعود رميثي، يعني بالبداية وكما جرت العادة يعني في برنامجنا، برنامج كلنا زايد وبرنامج كفاءات من الإمارات، يعني أن نرجع للبدايات والمنطقة والمدرسة الذي أنجبت لنا السيد سعود رميثي بكل بساطة وحفظ الألقاب. سعود رميثي من هو؟ سعود رميثي أول شيء الله يسلمك، هو شخص من أبناء البلد وحاب يأسس نفسه بنفسه، فالحمد لله يعني حاولنا نقدم شيء بسيط لإخواننا والناس المتواجدين، نعطيهم حاجة من الشيء اللي نحن كنا هاوينه. يعني أنا من ملاك الكرفانات اللي هو الار في بشكل عام، هاوي من وأنا صغير فيها، والحمد لله يعني فكانت تجيني أسئلة أن شو العبارة عن شو الكرفان، من شو يتكون، إنزين هذا كبير الحجم، يعني شو بنعمل فيه. فالحمد لله أنا حبيت أن العالم يعني تستغل السلعة هذه اللي هي أن تستفيد منها، تطلع فيها رحلات، متنفس ثاني غير عن متنفس البيوت، غير عن متنفس الهوتيل، الفنادق، الأمور هذه. أنك أنت تطلع في جو مفتوح، سواء كنت في بر ولا في بحر، تقدر تستخدم السلعة هذه حتى في السفر. يعني قبل يعني خوضنا بالحكي عن موضوع القرفانات وعن هاي الأمور كاملة، يعني نتكلم عن سعود الميثي، يعني أنه كيف أجتك فكرة هذا المشروع وكيف كانت البداية والانطلاقة في هذا المشروع؟ مثل ما قلت لك اني انا كنت هاوي، الله يسلمك، هاوي السلعه هذه، النشاط هذا انا هاونه. فكانوا الناس من حولي اصحابي وغيري يسالون يعني نبغي نطلع فيها، نبغي نجرب، نبغي كذا. فقلت انا ليش ما ازيد من السلعه هذه واخلي العالم تستفيد منها، يعني ان اخلي الواحد يستفيد منها، بحكم انه مثلا اللي مستصعب انه مثلا وين يوقف الار في هذا بشكل عام، يعني من حكم المساحه، الحجم، الصيانه، التنقل فيها بعد يعني مش بسيط، فهذه كلها يعني فيها اعباء. فالواحد يقول انا ممكن اطلع طلعه واحده في السنه بطولها، اطلع مره واحده، فتكون صعبه علي اني انا امتلك نفس هذه. فنقول ان احنا الحمد لله وفرناها على اساس ان العالم تكون عنده مرنه انه يطلع اي وقت، يستغلها اي وقت، يعني ما تكون صعوبه عليهم فيها. نتكلم ايضا عن القرفان وعن يعني ابرز الخدمات اللي بتقدم من داخل هذا القرفان، ويعني والفئات اللي بتستهدفوها يعني في هذا القرفان. أول شيء بيجيك اللي هو شو مكونات الكرفان يا طويل العمر. الكرفان هو عبارة عن مثل ما تقول بيوت مصغرة متنقلة، في اللي يجيك منها غرفة وصالة وحمام كنت بكرامة والمطبخ، وفي منها غرفتين وصالة، تجيك تتسع من شخصين، وأنت يعني وفي لها أحجام تتسع لين 15 شخص. زين، طبعا كل واحد يختلف على حسب الحجم. من ناحية إن شو اللي نحن نوفره أو لهذا، إيه الكرفان مثل ما قلت لك بيت متنقل كامل يعني متكامل. الجهة المستهدفة من الموضوع أنا عندي من الدرجة الأولى للعوائل. العوائل، أن اليوم أنت مثل ما قلت لك أنت تبغى تطلع بعائلتك، تروح مكان تقعد في مكان مثلا نفس الشط هذا بحري، فصعب أنك تقول عندك عيالك ولا يعني مثلا استخدام الحمامات والتبكرامة، المطبخ صعب التنقل فيه. فاليوم عندك انت طال عمرك نفس الكرفانات هذه وفرت لك كل احتياجاتك في مكان واحد، وتروح بها اي مكان تقدر توصله. نتكلم عن ابرز الاماكن اللي موجوده في هذا القرفان يعني في دوله الامارات العربيه المتحده. والله الاماكن يا طويل العمر اختياريه، سواء كانت بريه بحريه على حسب يعني وين ما تناسب المنطقه. يعني في اماكن صح يعني الواحد غلط انه يروح يوقف فيها، لا، نشوف المكان المناسب اللي الواحد يقدر يقعد فيها يستغلها، سواء من بر بحر، ما يوصلون عند المحميات، ما يروحون عند المناطق المحظوره، تكون مناطق شوي يعني عاميه اكثر فيها. نتكلم عن السلام العام الموجود داخل هذا القرفان. هاي اهم نقطه فيها، يعني نحن نتكلم دائما سلامه. الحمد لله ان هذه ذات مصنعيه ووكاله معتمده لدرجة أن تيك فيها وسائل الأمن والسلامة ثلاث نقاط. عندك الفاير سيستم ألارم والغاز سيستم ألارم والكربون،
هذه كلها متكونة موجودة فيها. لا صار عندك أي خلل راح تسمع الإنذار على طول شغال عندك فيها. عن الإشي اللي تميزت فيه يعني، وأكيد إحنا من ضمن جولتنا الإعلامية في إمارة أبوظبي يعني وجدنا أنه سمع وشعبية عالية للأستاذ سعود الميثي يتمتع فيها، يعني السؤال كيف جاءت هذه الشعبية؟ الله يسلمك. أول شيء طال عمرك مثل ما قلت لك، أنا بديت في النشاط هذا تقريبا مثل ما قلت لك كهاوي، من بعدها انتقلت إلى أني أوفرها للشعب بشكل عام بالطريقة التجارية اللي تناسب الكل، والحمد لله مجرد أنا ما دخلت في موضوع التجارة في نفس الوقت انتسبت إلى مهرجانات، فالحمد لله شاركت يعني تقريبا في 5 فعاليات في الدولة العام، اللي هو من ضمنها مهرجان ليوة، مهرجان تل مرعب، ومن بعدها مهرجان الشيخ سلطان بن زايد التراثي، ومن بعدها طلعنا مبادرة المشي اللي مشاها الدكتور خالد جمال سند السويدي من أبوظبي إلى مكة سيرا على الأقدام، وخذنا فيها 30 يوم، وعقبها كان بعد في عندنا معرض الكستم شو، الحمد لله بعد كان في من الخليج كامل متواجد يعني، فتعرفوا علينا أكثر وأكثر. والبرنامج الختامي اللي كان العام اللي هو مهرجان المرفأ البحري، فهذه كلها من ضمن الأشياء اللي أنا كنت من منظمين في الفعاليات هذه. يعني إحنا نوضح للسادة المشاهدين إنه يعني هذا القرفان أماكن ترفيهية تحديدا يعني للترفيه، يعني رسالتك يعني للأشخاص المقبلين على الترفيه وعلى القرفانات، يعني شو بتنصح الأهالي والمواطنين بشكل عام؟ والله إنها سلعة طيبة هذه، يعني أنا بحكم إني كمؤجر أتمنى إن كل شخص يكون عند الكرفان أصلا، وأدعم أي واحد يقول لي أنا حاب إني أتملك، أقول له تعال ونحن راح نعلمك بعد شو اللي تأخذ فيه أو شو اللي احتياجك وشو اللي أنسب لك، لأن عفوا تختلف يعني حتى الآرفي بشكل عام، أنت في عندك آرفي تريلر، في عندك RV اللي هو الموتر هوم عبارة عن سيارة متكاملة، في عندك حاجة يسمونها الفيف ويل أو السنيك ويل، انزين فتختلف، وفي عندك تختلف حتى في منها عبارة عن غرف، وفي منها عبارة عن غرف وفي نفس الوقت مقطور أنك تقدر تحمل فيها دراجة سيارة من الأشياء، يعني هذا مثلا عندك هذا هي عبارة عن غرفة وصالة، والخلفية هي غرفة وفي نفس الوقت أقدر أحمل فيها دراجة كاملة داخلها وتكون محفوظه داخل مسكر يعني مرقل، ايوه اكثر مكان ما في مشكله، في يعني عده استخدامات لها، ويعني مثل ما قلت لك تختلف. فنحن دائما لما يجينا واحد نساله شو انطباعك شو اللي انت حاب انه فيه عساس نقدر نوصل المزاج اللي هو حاب انه، فيجيك مثلا واحد بايكر راعي دراجه بايكر يطلع مسافات يقول انا حاب اني امتلك مقطوره وفي نفس الوقت اشيل دراجتي ما تكون برع، كيف اشيلها؟ ما اقدر اشيل 2 ورا بعض، فنقول له نوح خذ لك من هاي الاحجام انك تقدر تدخل دراجتك داخل ومسكر عليها وتطلع مسافات وانت مرتاح من الامور هذه. ما شاء الله. نعم استاذ سعود، يعني كيف تنظر ايضا يعني وانت ما شاء الله عليك لك باع طويل في مجال القرفانات، يعني كيف تنظر الى تطور هذا القطاع تحديدا قطاع القرفانات الترفيهي؟ ما بنقول من ناحيه التطور، اول شيء قد ما بنقول من الملاك اول بادي. الحمد لله نحن لو بنينا نتكلم سنه 2000 ولا قبل، يعني ممكن تكون عدد الكرفانات يعني ممكن 100 وايد بعد 100 يمكن، اليوم ما شاء الله تتكلم بالألف وتطالع من الكرفانات اللي موجودة في الإمارات، يعني أصبح هناك منافسة عالية شريفة. لا مش منافسة، ملاك كرفانات ما شاء الله، في ناس هاوية، في ناس هاوية طلعات، في ناس هاوية سفر فيهم، في ناس تحب يعني تتملك السلعة هذه، يعني ما في الحين انت لما تمشي في الشارع مستحيل ان يمر عليك يوم ما تشوف مقطوره مرة عليك، لا بد انك بتشوفها في الشارع، قبل كنا لما نشوفها نقول اوه شو هالبيت المتنقل، اما اليوم صارت يعني بالعكس ان معتادين عليها نشوفها في الشوارع عند اي مكان اي موقع راح تشوفها قدامك، فهذه صارت ان من الاشياء اللي متطلبه، مثل ما تشوف اليوم العالم بالقوارب كل البيت مثلا في عنده قارب، كل بيت عنده دراجه، فصارت الكرفانات تقريبا الحين كل 10 بيوت بتحصل عندهم كرفان تقريبا جنب كرفان او حاجه. صحيح. نعم استاذ سعود، هل من مشاكل او معوقات يعني واجهت اثناء مسيره عملك في حياتك وتخطيتها يعني؟ والله يا طويل العمر ما في مشوار بدون مطبات. اكيد. انزين بس الحمد لله دائما ناخذ مثل ما يقول لك العواقب ناخذها على باب من باب التطوير. نعم. ما ناخذها من سوء النيه، بالعكس كل شيء نشوفه نحاول نطور عليه. سواء كان يعني مثل ما تقول مشاكل مثلا في الصيانة على سبيل المثال، مشاكل في الصيانة هذه ان السلعة مثلا كانت صعبة، قطع غيارها مش متوفرة، بالعادة الحمد لله حاليا متوفرة بس بعد نقول ممكن في اشياء مش متوفرة، زين
فمعاناة لما نطلبها من أمريكا ولا غيرها. فالحمد لله في شيء من الشركات اليوم وفر لك القطع الغيار هذه، أزين؟ فهذه واحدة من العقوبات اللي كنا نحن نواجهها. المشاكل مثلا اللي قبل كانت ان مثلا كنا نمشي في الشارع نحصل مثلا الشرطة تعال يا فلان انت ما عندك رقم، انت كذا، انت مش مسجل، ما كانت في آلية تسجيل مثلا فيها. اليوم الحمد لله اتجهت الحكومة وجزاهم الله خير بالتعاون مع الشرطة، لا اي مقطورة في الشارع الزام انها تترقم، صارت حلو المقطورة هاي تترقم، لان قبل لما كانت مش مرقمة لا ضاعت، ما بنقول مثلا ضاعت، مثلا مقطورة مش متواجدة ما حصلوها، ما تعرف تحصلها، ولو مثلا صار بيع من شخص لشخص مين المالك مش عارف انه. اما اليوم لا، صار في عليها قيد انك انت سجلتها عندك ملكيه لها، فلما تصير انت راح تبيعها من شخص لشخص الملكيه كامله تتنقل، فمعروف مين ملكيتها مين صاحبها، اساسها يعني اساس السلعه هذه معروفه لمنو. نعم استاذ سعود الميث، نتكلم عن الرؤيه المستقبليه يعني في مجال عملك تحديدا، هل من رؤيه مستقبليه وتطوير في هذا القطاع تحديدا؟ بإذن الله الرأي أول شيء يطول العمر، أنا أطمح وأنظر إن شاء الله أن كل واحد يكون عنده علم في المقطورة هذه، هذا أول شيء. إنزين سواء في الاستخدام أو أن تكون يعني ملك له. اثنين، أتمنى ونتمنى إن شاء الله من حكومتنا الرشيدة أنهم يخصصون مناطق خاصة للآرفي ذات قيود، ما أقول لك تكون عشوائية، ذات قيود تخصص لها موقف، استهلاك الماء، استهلاك الكهرباء، المجاري، آلية الدخول والخروج، هذه كلها بالعكس نحن عون معاهم، نتمنى أنهم يوفرون هذا الشيء. ليش؟ على أساس أنه ما تكون عشوائية، واحد مثلا لا قدر الله صار خلل، صار خطأ، يتحاسب صاحب المستهلك أو اللي هو بنقول المالك بشكل عام. زين، اما في حال انك انت قيدت الموضوع هذا بالعكس نورت العالم كيف الاستخدام، ان اليوم في استخدام وفي رقابه. زين، فمثل ما يقول يعني عفوا، انا اليوم لو باجي بعطيك مساحه مفتوحه وفاضيه ممكن يصير فيها اللي يصير، انا ما قيدتها ولا اقدر احاسب، اما في حكم اني حطيت قيود لها، زين قدرت اعمل عليها القيود، قدرت اعمل كنترول كامل عليها، ان اللي بيجي يدخل شو لك وشو عليك، شو المتطلبات. ثاني شيء الأرفي بشكل عام، نحن رأيتنا أن اليوم نقول تخصيص المساحات هذه لأنها هي تهدف للسياحة بعد. أنت اليوم لا رحت أمريكا، لا رحت مثلاً أوروبا، راح تحصل أن في مناطق مخصصة لهذه السلعة، أن في ناس عايشة فيها بعد، يعني هي مسكن لهم غير المسكن، في ناس يجون كنقاط للراحة أو للاستهلاك ويطلع لمنطقة ثانية. فنحن بالعكس نتمنى أن هاي تكون موجودة، راح تساهم في السياحة، راح تساهم في التوعية. زين، فهذه كلها أمور إن شاء الله، وبالعكس إن شاء الله اللي جاي أفضل وأفضل بإذن الله. نتكلم عن السادة المشاهدين عن أهم الأماكن الموجودة داخل دولة الإمارات، يعني هل هي تحديدا في إمارة أبو ظبي ولا جميع الإمارات في بشكل عام يعني؟ والله يا أخوي شوف، من ناحية الأماكن ما في حاليا أماكن مخصصة أو مفتوحة الواحد يقدر يشجع إنه مثلا يقول اتجه لهذا المكان، بس الحمد لله مثلا في مهرجان تل مرعب، نعم في منطقة مخصصة خلال المهرجان متوفرة بالبنية التحتية كاملة، سواء من كهرباء من ماء من مجاري، ولها آلية لما تدخل ولما تطلع، وفي لها يعني مثل ما تقول بروشرات حق الدخول والخروج، هي المنطقة الوحيدة اللي تخصصت. وحاليا شغالين على منطقة ثانية إن شاء الله نخليها مفاجأة بإذن الله، إن شاء الله نخلص من الموضوع وراح نعلن عنها إن شاء الله في القريب إن شاء الله. الأسعار، نحكي شوي على أسعار، متناول أيدي الجميع في الأسعار؟ الأسعار ما تقدر تحكم فيها، لأن نيجي نتكلم بالأمانة، أنا اليوم مستهلك يعني مالك كرفان، إذا باجي بتكلم مثلا عن مولد الكهرباء اللي بستخدمه خلال 24 ساعة، راح استغل 24 ساعة المولد الكهرباء راح يحملني التكاليف البنزين تقريبا 100 درهم من غير عبء الماء، من غير عبء المجاري. زين، فبأمانة مثلا يوم كنا في مهرجان تل مرعب الرسوم كانت 100 درهم، كل الخدمات هذه كانت 100 درهم، فيعني بأمانة الرسوم ما كانت توفي شيء من البنية، وجزاهم الله خير سواء من النادي وجزاه الله خير على راسهم الشيخ حمدان بن زايد المؤسس والراعي لمهرجان تل مرعب.
طبعا أعزائي المشاهدين، يعني نستكمل هذا اللقاء التلفزيوني وهذه الأمسية مع الأستاذ رجل الأعمال سعود الرميثي. بالبداية أستاذ سعود مساء الخير. مساء النور يا هلا. الله يسلمك أستاذ سعود. يعني نستكمل في هذا اللقاء التلفزيوني، يعني لو أردنا نتحدث أيضا يعني عن الاستثمار يعني والمناخ الاستثماري والأمني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني ورسالتك أيضا للمستثمرين الخارجي اللي يريدون الاستثمار داخل هذه الدولة، شو بتنصحهم؟ أول شيء رسالة شكر لقادتنا الرشيدة جزاهم الله خير، أسسوا شيء تشجيع للعالم والشباب بشكل عام أنهم يستثمرون. اليوم أنت عندك في حكومة أبوظبي أصدروا لك رخصة يسمونها تاجر أبوظبي، هذه رخصة مدعومة جزاهم الله خير للمواطنين أنها تحث الشباب على أنهم يبادرون في الاستثمار. هذه تاجر أبوظبي أنك أنت اليوم تفتح أي نشاط رسمي مرخص في الدولة بدون قيود، اللهم أنك تكون مسجل رسمي في غرفة التجارة والصناعة ودائرة الاقتصاد وبدون ما يكون عليه قيود اللي هو مكتب أو أي حاجة ثانية، اللهم أن اشتراطاتهم الأساسية زائد دفع الرسوم الأساسية البسيطة في إصدار الرخصة وعليك أنك تمارس نشاطك. فهذه يعني أكبر دعم الحمد لله نشوفه نحن بحكم أنك أنت تباشر في شغلك وتستثمر. يعني رسالة أيضا كمان يعني كتجربة إيجابية، يعني إن شاء الله راح نقلق إياها للأجيال القادمة، يعني رسالتك للشباب، الشباب الوطن العربي أيضا كمان والشباب الإمارات، يعني شو بتنصحهم إنه كيف يبتدؤوا؟ يعني أكيد والله يا طويل العمر أول حاجة أي هاوي يبدع من الهوية اللي عنده، فأنا دائما أقولهم أنت هاوي حرفة مهنية، هاوي شغلة معنية ممكن تستغلها بحكم أنك تشغلها أو تطورها أو تنافس فيها. اليوم ما في شيء عندك حاجة صعبة وبتشوف معوقات، سواء منافسين سواء معوقات في أنك كيف تتجه، حط في بالك أن 100% بتلاقي هالأمور كلها المعوقات قدامك، عليك أنك تنافسها. أول شيء تغلب من نفسك، اترك الخوف اللي فيك. الخوف أنا أشوفه في بوجهة نظرية 90% من بحبط في إنشاء أنك تتجه لقدام. تواجد الخوف أغلبه هو أول خطوة أنك تبدأ فيها. أنسى أنك أنت مثلاً لا يعني مثلاً خلنا نقول على سبيل المثال ممكن واحد حاب يبدأ في الشغلة بس ما عنده حتى السيولة. زين السيولة من مشكلة، السيولة فيها لها طريقها، بس ابتعد من الخوف اللي فيك، ابتعد من الخوف راح تمشي وتشوف أنها فيها تياسير وبركة من رب العباد، فأن التجارة بركة. وبالعكس أحث الشباب بشكل عام اجتهدوا واستمروا إن شاء الله بتحصلوا مرادكم. مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة أيضا، يعني خطوة. نعم الله يسلمك أستاذ سعود الرميث، يعني تكلمنا بعدة مواضيع يعني مهمة وما شاء الله عليك، يعني احنا سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج، برنامج كلنا زايد وكفاءات من الإمارات. يعني نتحدث عن سر نجاحك، يعني سر نجاح أستاذ سعود الرميثي. ما هو سر النجاح؟ أول شيء بنقول بإذن الله اللي هو رضا الوالدين. نعم. زين، وأن الواحد يعني يمشي بكل أمانة وثقة، ويعني هي الأمانة هي باب النجاح، ترى صراحة الأمانة باب النجاح. بما أنك أنت أخلصت في عمل وأديت شيء بأمانة سواء للناس سواء لنفسك لبيتك، صدقني أن بإذن الله هذه هي كل البركة، ودع الوالدين فوق كل شيء. أستاذ سعود، يعني نتكلم والحمد لله رب العالمين، وكما تعلم والكل يعلم أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنعم بمنظومتين، نعمة الأمن والأمان. عن هذه المنظومة ماذا تحدثنا؟ الحمد لله، يعني نحن لو ما حصلنا الأمن هذا كله ما راح نبدأ بخطوة، ما راح نبدأ بالخطوة هذه كلها بالأساس. فأنت اليوم يعني أنا بقول لك إياها، أنت لا جيت حطيت باب محل زين وتركته مفتوح، منو اللي راح يشوف؟ بيمر عليك واحد ممكن يقول لك عفوا في حاجة طايحة من عندك، ما بيقول لك لا والله هي خربانة بتركها، لا بي ينصحك فيها. اليوم أنت ممكن تمشي في الشارع تشوف شيء غلط، انت من نفسك الثابر بتوقف صاحب السياره او صاحب هذا بتقول عفوا اخوي في عندك شيء طايح او شيء خطا او كذا، فنصيحه هاي بدرت منك الحمد لله، هذا من باب الامن اللي موجود، انه ما في شيء غير انه قاعدين ننصح بعض بس. فهذا الحمد لله يعني اكبر دليل الحمد لله من ناحيه الامن والعز، والله يديم ان شاء الله
علينا وعلى غيرنا بإذن الله. اللهم أمين. يعني ويعني في هذا اللقاء التلفزيون أيضا يعني نستذكر المغفور له بإذن الله طيب الله ثراه الشيخ زايد، يعني باني هذه الدولة والدنا وأبونا ومؤسس هذه الدولة، والله يطول بعمر شيوخنا يعني الشيخ خليفة ورئيس الدولة ونائب ولي عهد والشيخ محمد بن راشد وجميع حكام وشيوخ دولة الإمارات. يعني رسالتك أيضا عبر قناة سمع الخليج للوطن وقائد الوطن. بداية نقول الله يرحم القائد المؤسس الشيخ زايد اللي أنهض دولة الإمارات بشكل عام وأبو ظبي خاصة، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه إن شاء الله من مثوى الشهداء والأنبياء بإذن الله، ويطول بعمر الشيخ خليفة وإخوانه شيوخ حكام الإمارات، والله يحفظهم إن شاء الله ونعيش في العز والأمان، وإن شاء الله والله يوفق الجميع بإذن الله إن شاء الله. اللهم أمين. هل من رسالة أخيرة عبر قناة سما الخليج يعني لشخص كان داعم لك أو شخص يعني عزيز عليك في مسيرة عملك في حياتك؟ كل من سعالي بالخير وكل من دعالي من غيب ولا في الويه نقول له جزاك الله خير، وهذا شرف وتاج نحطه وسام على الراس. ونشكر قناة سمع الخليج بعد جزاهم الله خير على وصالهم وحضرهم انهم يوصلون الرسالة هذه بعد للعامية. بالعكس هذا واجبنا يعني، واحنا نتمنى لك التوفيق يعني ومزيد من التقدم والنجاح ان شاء الله. الله يسلمك ويعزكم ان شاء الله ويجزاكم الله خير. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين يعني لا يسعنا لتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى سعادة رجل الأعمال الأستاذ سعود الرميثي من إمارة أبو ظبي، كل الشكر والتقدير ونتمنى لكم التوفيق وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير وقائد الوطن بألف خير. شكرا جزيلا سيدي. شكرا شكرا يا إخوان وأنتم بخير وجزاكم الله خير. الله مشكورين. طبعا أعزائي المشاهدين يعني ينضم إلينا الآن الأستاذ أبو مبارك وهو يعني الصديق للأستاذ سعود الرميثي. الأستاذ أبو مبارك مساء الخير. مساء النور. الله يحييك يسلم يا مرة. أستاذ أبو مبارك يعني لو أردنا نتحدث عن القرفانات وعن المكان الترفيهي هذا الجميل والمليء بالدفء يعني، وهو من المؤسسين الأستاذ سعود الرميثي لهذا القرفان، يعني تحكي لنا شوي أكثر عن هذا القرفان وعن النشاطات وعن دوره الفعال في دولة الإمارات العربية المتحدة. والله الكرفان طال عمرك جانا حديث الحين وما شاء الله تطور وكثر الكرفانات ولسه بلشت خدماته يعني في المواقع السياحية، مواقع الخدمات حق الكرفانة يستفيد منها المترحل أو العوائل الخصوصية فيها، للشباب للرياضيين للأماكن في الصحراء خدماتها جاهزة كاملة، ما يحتاج يعني تحجز فندق ولا تروح أي مكان، هذه لحالة 5 نجوم ويمكن أكثر من 5 نجوم، حاجاتك الخاصة فيها وكل شيء فيها، وفيها لها مناسبات كثير، رحلاتك عزائم الشباب للسفر والسياحة فيها ما شاء الله يعني مميزات كثيرة يعني. تشجع تنشيط أيضا للسياحة أيضا الداخلية داخل دولة الإمارات، يعني شو رسالتك ايضا للاستاذ سعود الرميثي في هاي المناسبه؟ والله جزاه الله خير، مشى في على نظام الكرفانات هذه مشروع طيب وناجح 100%، وان شاء الله في تطور في الكرفانات، خدمات من الحكومه ان شاء الله بتكون في الكورنيش في اماكن خاصه مختصه للكرفانات هذه، ونتمنى ان شاء الله يعني في السنين الجايه هذه تطور احسن واحسن، وما شاء الله يعني السنة هذه كثروا الشباب الكرفانات واللي استأجر كرفانات واللي راح فيها سياحة يعني ما عنده أي تعليق فيها من كثر الرفاهية اللي فيها. نعم. هل من كلمة أخيرة عبر قناة سمع الخليج رسالة أخيرة؟ والله جزاك الله خير على الجهد هذا وإظهار موهبة الشباب وبيان هواياتهم، الهوايات كثيرة كثيرة، بس ما دام نحن اختصينا اليوم في الكرفانات، الكرفان لا يعد ولا يحصى من المواصفات اللي فيها. شكرا جزيلا لك. حيك يا مرحبا وسهلا. صوت